صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم حماية المشرك؟ وهل هناك فرق بين المعاهدين وأهل الذمة وغيرهم من المشركين؟ ما حكم ايش؟ حماية المشركين. حماية؟ نعم، إذا كانوا يعيشون في بلدنا فلهم ما لنا ولهم ما علينا، تحقن دماؤهم وتحترم أموالهم إذا كانوا في بلدنا معاهدين أو أهل ذمة أو مستأجرين أو غير ذلك، ما داموا في بلدنا فأبلغ. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فاللي في بلادنا في عهدتنا، حافظ عليه. نعم.